يلا عينك. عسلامة مدام، الله يهنيك. عينك شنو عنا لهنا؟ قل لي. عنا خيرات الكل مدام، كما تشوف انواع الزيتون الكل موجوده. فهمتي؟ وخيرات الكل والاسوام في متناول الجميع الكل. فهمتني؟ اللي عنده ياكل واللي ما عندوش ياكل. فهمت؟ الناس الكل تاكل. قداش الاسوام ساعة عبدة بالله؟ عندي الاسوام الكل على دينار مدام. دينار، فاريونت ب 600، زيتون دينار، متمر، اللكحة، لضايا الأخضر، المفشخ، الكل موجود، الفيوليت الكل على دينار مدام. الفلفل والقوارص. الفلافل الكل هاني موجودة، والقوارص هاي موجودة. خيرات ربي الكل موجود. بنفس كبار. لا مش نفس السوم، عاد الفلافل ب 15%، الفلفل. فلفل كبار ب 3000. عندي ب 3000 وعندي ب 2000. أنواع، فهمتني واش كان؟ الناس كل تاكل، انا قلت لك اللي عنده ياكل واللي ما عندوش ياكل مدام. نعرفوا اللي في شهر رمضان الاقبال على المخلات يكثر معنا. طبيعي يكثر، اي يكثر صحيح، اما السنة اما الحمد لله وكاو لاباس الحمد لله. فهمتني؟ باش تحافظ على الكليونات نتاعك ساعة باش يعاودوا يرجعوا. نحافظ عليهم بالجودة، المنطق الباهي ساعة أول حاجة، المنطق الباهي أهم حاجة، المنطق الباهي بالطبيعة بالطبيعة. ما تديش كاش عليهم. لا بالطبيعة، إذا ما عندكش أخلاق ما تنجمش تخدم وما تنجمش تبيع. فهمت؟ هي هذيك الأولى بالطبيعة، هذيك الأولى، الأخلاق الأولى والجودة زادة في السلعة، كاليتي والجودة في السلعة. يا خويا لازم يرجع قاعدين نشوفوا في برشا حاجات هكا الغشة والقماش ها مدخلك هنا يشوفها على البلاصة على عين المكان. فهمت؟ يدخل شوف السلعة كيفاش، كيما تريل هنا كيما تريل داخل، كيف كيف النظافة والعفاف. ها هو كان تحب تدخل ادخل مدام، انت معناتها مش فهمتني. المستهلك يظهر لي وقت اللي يضمن اهم حاجة النظافة. فوالا يمشي ويرجع لك ويرحم والديك يا اخو ويزيد يشكرك من فوق ويرحم والدين والديك. فهمت مدام؟ هذا هو الموجود. تشجع في الناس باش يجي ياخذوا من عندك؟ لا والله ما نشجعها، نحن عندنا انا سلعة كيما انا فهمتك مدام. تجينا الناس من البلايص الكل، والله يجيونا من البلايص الكل. فهمتي؟ اما كي اللي ياخو حاجه ياخو يمشي ويرجع، خاطر سلعه سلعه نظيفه نظيفه. قلت لكم عز السلعه، سلعته مزيانه برشا نظيفه برشا. سلعه منير الكوكي ديما نيو نيو جديد، ديما ما هي تبدل، ما ثماش ماء على ماء على. امشي انت شوف لهنا الماء والسلعه، وامشي شوف اي واحد يبيع في الماله تلقاه ماء متختق. نحن ماء ديما جديد، ديما سلعه نيو نيو، سلعه ديما نظيفه. اه وي الحلو باللوس ديما على المكان وجبدو كل شيء على البلاصه. واللي عنده ياكل واللي ما عندوش ياكل، الناس كلها تاكل. فماش واحد ياقف وما ياخذش الزيتون، ناس تجي من تونس كل عام احنا نجيو ياخذوا بال 30 بال 40 دينار نتاع كونتيتي كبيره، ونعطيهم بونيس زاد ياخذوا حكا هريسه حكا سلطه مشويه ياخذوا البونيس نتاعهم، خاطر كليوناتنا ديما ياخذوا يجيو لنا. فما كليونات فيكس معناها؟ فيكس اي، مش من هنا، ماهمش ولاد بلاد، راهم من بعيد فيكس، ديما يرجعوا كل عام. يجيونا من كل بلاصه، مش لي انا منير، انا سانع مولاها منير الكوكي. فهمتي؟ يجيونا من كل بلاصه، حورة فيها من سوسه، من صفاقس، من تونس، من كل بلاصه يجيون. من الجنوب اكثر شيء من الجنوب، عندهم الفلافل وعندهم كل شيء ويجيونا. سلعه خاطر سلعه، قلت لك سلعه سلعه، كان نعطيك شويه وذوق مدام تحصل. الكاليتي او الجوده، المطعم نحكيو ديما على المطعم خاصه كذا غافل شويه ولا في مطعم خايب قارص. لا ما احنا ما عندناش المطعم المشوم هذاك وكل قارص وكل، ما ثماش. كي تاخو تتبنى تتبنى المارح تتبنى لها كعبه الزيتون، تتبنى لها المارح تتبنى لها كيف كيف. سلعه جديده، سلعه جديده وفريسك زمنيه كيما تعملها امي وامك قبل في الدار. فهمني؟ هذيك سلعه زمنيه. فهمتي بدا نجيو للسلطه المشويه. هاي سلطه مشويه كيف كيف دياري. ها تفضل، هذه سلطه مشوي. فهمتني؟ ها زيد يرجع يا خويا. شفت انت تاخذ حاجه سافا با ما زدش ما عادش ترجع. هاي ما عادش ترجع تقول 50 مثلا واحده تبيع واحده تقعدوا لي الكل. ما يسالش ما يسالش ما كلمه. حبيت محل نشممك. فهمتني؟ سلطه فريش خاطر مش هي محلي صنعها. هاي هاي احنا نصنعوا فيها، حبش ولا ما حبش. معناها فيها ريحه بنينه حسب ما قلت لي. فلفل وطماطم كل شيء فيها. هاي راهي ريحه، راهي ريحه تجي تجي الريحه مالهاش تجي مدام. قداش هذيك؟ 3500 في متناول الناس الكل. سلاطه تفرج 450 جرام فيها. ها وتغزل في الفلفل بقداش؟ ب 4600. تمام، كنت باش نسالك انا. 4600 والطماطم ب 3600. فهمت؟ وتفرج في متناول الناس الكل ب 3000 3500. شنو اللغز
الموضوع. ما في حتى لغز، انا احنا بدنا ناكلوا فيه، ما مع شويه طماطم، قلت لك مع شويه فلفل، مع شويه بصل، مع شويه تهز بعضها، فهمت؟ والزيت من داخل بالطبيعه تهز بعضها، ما باش بالطبيعه كيفاش تحبها تصبر مدى، لازمها تدفع واحد تريقل باش تصبر شويه، فهمت؟ تشدك حتى شهر من زمان هذيك تشدك. والباز نتاعها الفحات بالطبيعه الفحات، انت كي مش تاخذها مش تلقاها مفعمه، باش تزيدها في الدار شويه فحات بطبيعتك. شو باش تاخذ؟ باش تاخذ شويه زيتون. شويه زيتون ديما تاخذ من هوني؟ اي تعجبك الجوده ولا؟ اي باهي باهي. علاش بتعمل زيتون وحدك في الدار؟ مو نعمله ما يجيش كيف. عامله ما يجيش كيف، ما يجيش نفس البنه ولا كيفاش؟ ما يجيش نفس البنه يفسد لي. ما نجمش نقدك كيف يقدوهم، كل شيء هذايا نشا هذايا. في رمضان عاد الطاوله يلزمها زينه وكل حاجه. ما فيها الميلح والكل. كل شيء. موجود ولا موجود؟ موجود شوي شده في الله. المخلات نورمال مو تكثر لسالك متاحة في رمضان؟ في رمضان زاد مو تبدا حاجة غالية برش، زاد العباد 100 غرام دينار زيتون زاد مو غالي. ما تقوليش حتى الزيتون زاد السوق؟ بالطبيعة يا أخي، هو نا يتباع ب 6000 و 5000 و 7000 وتوا نشوف فيه بالحاضر 9000 فرنك. ايش وانا شادين في ربي وكاو. ايوه الهريسه موجوده في الدقائق. اي الهريسه 100 غرام ب 15%، هريسه عالم. باهي برشا. باهي هريسه برشا باهي. حرة ولا كيكوبرة؟ لا فيها شوية حرورة هي بالطبيعة. ايه ولا سطر شوية قضية. 100 غرام دينار. 100 غرام دينار والفلفل ب 5000 كيفاه تجي؟ كيلو ب 10000. حاضرة بشوية باهي. وياخذوا ولا لا؟ ياخذوا ياخذوا ياخذ سعده باش ياخذ فلفل ب 4000 ولا وطماطم ب 4000 وياخذ 200 غرام من يعمل صحن سلطه ب 2000 فرانك وهو شيخ ولا يقول يشوي ولا يقول يريح ولا بقل تعب بقل تعب وهي بشويه هي بطبيعتها زاد. اما حاجه للجوده نو؟ اي الجوده وشوف نصلي على النبي جوده طماطم وفلفل بالضبط. هاي شوف الكاميرا هذا مشويه مشويه مش ياكليه فهمتي ديالي هذه من ناحيه الاسوام. اما توا الجوده نعرفوا اللي المخلات هذه الزيتون والكل برشا ناس تخاف تقول لك زعمه جديده زعمه لا كل هي ما تجيش جديده بطبيعتها خاطر ترقد في الماء والملح والخل والقارص فهمتني ما تقولش جديده هي ما تضر شيء خاطر الملح يبدو كل شيء يكذب عليك يقول لك واحد الزيتون يمرض ولا الناس تخاف من اللي ترى فيه في التلفزه ولا ترى فيه في الفيسبوك تقول لك ناخذ كان من عند ناس ثقه معناها. اي نحن ناخذ من وثيقه نحن ناخذ من سلعه دياري ما ناخذ تاع المعمل ولا فهمتي الا محمد رسول الله هذه السلعه نرقدها وحدي في داري ونبيعها كان في رمضان في الفطار نخدم في الصوره مش نخدم من مالا كان شهر رمضان هذا من عم بيهم كيف هكا حضر على طول العام معناها. اي نحضرهم في الدار وفي رمضان نبيع تكتك